السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير ومعاكم اماني سالم. احنا النهاردة هنعمل طريقة سلطة الكولسلو او سلطة الكرنب بطريقة جميلة جدا، نفس طريقة كنتاكي بالظبط وتكاتها. ويلا بينا مع بعض نشوف المقادير. احنا معانا دلوقتي جزرية واحدة غسلناها وقطعناها، ومعانا كرنب بنفس الحجم ده، يبقى الكرنب اكتر من الجزر. معانا معلقتين سكر، ربع معلقة بصل مبشور، ربع معلقة، معلقتين لبن ضروري جدا هتفرق معانا وتعمل تيست جميل. ومعانا المايونيز اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، بس مش هناخد الكمية دي كلها، يعني هناخد ربعها او نصها. ومعانا رشة ملح بسيطة جدا. ويلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا خدنا الكرنب وضربناه في الكبة، ما عملناش بالمبشرة، عملناه في الكبة، سهلة وبسرعة وفي نفس الوقت تديني نفس النتيجة. وبرده عملنا الجزر. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هناخد الكرنب اللي احنا بشرناه، نفس نتيجة المبشرة بالظبط، بس دي اسرع واسهل. وطبعا الجزر يبقى اقل من الكرنب. خلاص خلطناهم كلهم على بعضها كده. هنيجي نحط المايونيز. انا طبعا عملت المايونيز قبل كده، ولو عايزه طريقته هتشوفيه في صندوق الوصف. هنحط المايونيز بتاعنا مش كلها. فهنحط البصل ربع المعلقه، مش بصل كتير، ده التيست بتاعنا ضروري ضروري ضروري. معلقتين اللبن هتفرق معاكي جدا، معلقتين السكر طبعا، واحنا حطينا الملح اساسا. الملح موجود في المايونيز. هنعمل ايه بقى؟ هنخلط كل المقادير مع بعضها. طبعا المايونيز لازم يتغلف بكل المقادير، وهتتشرب امتى؟ بعد ساعتين. انت هتعملي كل ده وبعد ساعتين تحطيها طبعا في التلاجة. ودلوقتي احنا سيبنا الكولسلو في التلاجة ساعتين علشان المكونات كلها تختلط ببعض، وطلع هو المنظر ده كلها. شوفت عاملة ازاي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقدمها زي ما احنا قلنا بشكل جديد. هنعمل ايه؟ احنا جايبين بصل قطعناه حلقات بالشكل ده وفكناه عن بعض، جبنا نص حزمة بقدونس، وخيار قطعناه كده اهو طرنشات، واتنين بصلتين يعني جزء من البصل كده. عايزين تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي. احنا جبنا طبق التقديم، هنحط كروسلو كده حطينا كولسلو في طبق التقديم. هنعمل ايه؟ طبعا جايبين حلقات البصل هنحطها كده على الجنب، هنحط جزء من البقدونس كده اهو، جزء بسيط من البصلتين الصغيرين هنحطها كده اهو، وهنرش كده اهو. خط واحد، مش عايزينها ايه تيجي عند الباقي، خط واحد خلاص كده. هنعمل ايه بقى؟ هنعملها على هيئة سمكة. هنحط كده 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 بعدين كده كده هنحط حلقات البصل كل واحدة، يعني كل اتنين نحط في النص بينها واحدة، كل اتنين نحط في النص بينها واحدة كده اهو، دي الصغيرة كده. نجيب الخيار
هنقسمه بالنص اهو. لو هي طب هنقسمها بالنص كده اخر واحدة. وده شكلها النهائي بعد ما زينا طبق السلطه وعملناه على هيئه سمكه وشكل جديد. تقدميه على سفرتك وان شاء الله الوصفه تعجبك، وطعمها زي كنتاكي بالظبط، يجنن يجنن يجنن. فان شاء الله لو عجبتكم الوصفه تعملوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد، وان شاء الله اشوفكم في وصفه تانيه. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم اماني سالم، وان شاء الله بالهنا والعافيه.